بسرعه سخونه نتكلم على الزمالك وبعدين نرجع تاني للاهلي. اعتقد الكلام متزن جدا من الكابتن تامر. اكيد ده كلام كويس ودي طبيعه الكابتن تامر يعني، هو على طول يعني بيخش تصريحاته في تفاصيل كلها فنيه، كويسه، خد بالك بيحاول ان هو ما يخش، ومش هيشرح هو بيعمل عمال ايه. اجرجره اقول له طب نقاط القوه، مش عايز مش عايز يتكلم. بس هو ماتش يعني انا بشوفه ماتش مش سهل على نادي الزمالك. بصراحه بس يا اخي وانا براجع برضو الاسماء خضر وكابتن سيد وكابتن وليد، عندهم لعيبه جامده برضو فرقه طبعا. بس يعني الميزه ان الماتشين في مصر يعني ما فيهمش سفر، ما فيهمش زي اجهاد. الفرقتين يعني حتى يعني مباراه العوده بالنسبه لك الامور قريبه. الاولى فانا في شايف استاد السلام اللي يوم الاحد، والثانيه يوم 7 في استاد القاهره. فانا شايف دي الميزه ان ماتش صعب على الزمالك، صعب بامانه وعلى فيوتشر طبعا، وصعب على الفرقتين. بس انا بتكلم على نادي الزمالك ان انت مطالب كمان انك ان انت تكسب يعني قدام البطوله جمهورك. دي لو ما حققتهاش بصراحه يبقى انت الموسم بالنسبه لك صعب جدا. والزمالك محتاج انطلاقه، ولا ياخد الزمالك محتاج وخصوصا ان هي انطلاقه بطوله سهله كمان يعني بامانه يعني يمكن ده المنافس الاقوى يعني بالنسبه هو لك. لو عدى فيوتشر بالنسبه لي كل الفرق اللي موجوده في البطوله فرق عاديه جدا. نادي الزمالك عنده القدره ان هو يكسبها. شايف الماتش ده ازاي؟ لا ماتش صعب طبعا، ماتش صعب، والزمالك قلقان منه بدليل ان ضعف المكافآت. يعني الزمالك ضعف المكافآت، ده دليل ان الماتش معمول له حساب. بينه وبينك يعني اللعيبه يعني هي محتاجه ضعف مضاعفه مكافآت لعيبه الزمالك. انا بقول لك لازم نخوه الزمالك. انا باين لك حاله القلق، القلق اللي جوه الزمالك. لا في قلق بس اللعيبه لا في فيوتشر، في لعيبه جامده برضه. وانا فاهم، بس انت بتيجي انت نادي الزمالك وعندك الفرصه الاخيره للموسم ده انك لازم تطلع كل طاقاتك، ده اكيد فجر كل اللي جواك. ده المفروض اللي هيفرق مع يعني اللي هيفرق مع الزمالك طبعا نمره واحد الجمهور. طبعا الجمهور بالاضافه للجمهور زي ما انت بتقول. هو الجمهور اللي هيفرق هو، لكن الماتش صعب. صعب جدا، مش لا فرقه تقيله في فيوتشر. مش معنى كده ان هي ليها الفرص الاكتر او الكلام ده، لو فرقه منظمه في الملعب. لكن يعني مش هتبقى نزهه للزمالك. مش قصه اسماء والسلام. لا مش نزهه للزمالك. عنده فيوتشر جون كويس، لعيبه كويسه، مدرب كويس. لا فرقه منظمه وليد مودرن فيوتشر في الملعب جدا. وتامر مصطفى كمان من المدربين المنظمين، وبيعرف ازاي يتعامل مع المباريات الكبيره. يعني مع انبي دايما في الماتشات الكبيره بتلاقي شغله واضح، لمسته واضحه. التفاصيل الصغيره دي هو لا هو شغال طبعا، لان هو بيخدم على الافكار، وكان بيعمل كده في انبي، بيحط لعيب سريع في وسط الملعب. هو في انبي عمل انطلاقه من الحقيقة، وجريء، هو عنده جرأة كمان. تامر مصطفى فرقة معظمها فيها ناشئين من انبي، خد انبي من تحت بينافسه بالهبوط، بقى طالع فوق وبينافس على مربع ذهبي وباداء. يعني هو مش فكره بس نتائج وحظوظ وكده، لا بيأدي اداء كويس. فانا شايف ان هي اصعب قرعه بصراحه للفرقتين، يعني اصعب منافس للزمالك من كل التواني هو مودرن فيوتشر. يا ريتنا ما يا ريتني انا قلت يلعبوا في الفاينل. بعد دكتور وليد دامس على التليفون وقعدنا نتكلم ان كيف يلعب الزمالك مع مودرن فيوتشر في الفاينل تاني يوم القرعه في دور الثمانية. يعني حتى مش سيمي فاينل اللي قبل بعض. خلصت ما بنهزرش احنا. بتلاقي فرقه حافظاك وفرقه يعني جريئه عليك، حافظه اولك من اخرك، فبتفرق. يعني الزمالك لو كان مثلا لاعب اي فرقه في الثلاثه التانيين او الاثنين التانيين، ملعب المالي ولا ريفرز يونايتد، كنت اسم الزمالك يخض، اسم الزمالك يخض، الزمالك بقى فايز معنويا. لكن لا انا معاك جوه مصر، فانا عارف ان بعض كتير بالظبط. فكمان لسه الراجل جوزيه جوميز لسه برضه ما قدمش او ما عرفش. بس برضه كابتن تامر الاثنين ماسكين في وقت واحد برضه، ما ننساش دي. كابتن تامر ماسك بعد كابتن حسام حسن في يناير، وجوميز ماسك في يناير برضه. بس ده مصري صحيح، شايف لكن تاجر بس هو يحفظ بعد الموسم ما يخلص بقى، ما يحفظ وخلاص. لسه بيحفظ لغايه دلوقتي جوميز، كل شويه لسه هيقعد يحفظ لغايه امتى؟ التصريح لا زلت بشوف امكانيات اللعيبه. لا وبعدين ما يمشيش ورا حد من المجلس يقول له لازم تلعب صفقات، ما تلعبش صفقات، هيبان اذا مشي. بس ما انا بقول لك مش برتغالي، هو بيهزر. البرتغالي مقلد، تلعب فلان وتلعب علان. البرتغاليين يا كابتن سيد متهيألي ما بيهزروش في الحاجات دي، صح؟ اللي هو الاصل البرتغالي الاصل. هو انا على حسب شخصيه كل واحد. يعني مثلا فيتوريا عرفت انه تقليد، يعني فيتوريا ما انا لسه اقول لك على حسب شخصيه كل واحد. لا بس شفنا مثلا الاسماء اللي نجحت زي جوزيه، ما فيش هزار، فيريرا ما فيش هزار، كيروش ما في، يعني في اسماء البرتغال جد. حتى باتشيكو رغم النتائج وما كانتش احسن حاجه، بس برضه ما كانش بيهزر في القصص دي مع الزمالك لما كان بيمر. باتشيكو في بيراميدز هزر. لا هزر هو فنيا. ايوه بس حد يفرض عليه لعيب، يفرض عليه. لا كان في حاجات كده بتعدي يعني طبيعي، يعني في بعض المدربين هو على حسب شخصيه كل واحد. انت عندك حاجه على باتشيكو؟ لا انا عايز اتكلم على فيريرا وجروس. وجروس لا يبقى قاعدين مثلا مع جروس بمناسبه ان يفرض لعيبه
فلان وانت فاهم بقى الفتره دي فلان وفلان لازم يلعب. ازاي جروس يعتمد على 15 لعيب بس؟ ده بص الاول انت عارف عهد جروس ده ظاهره ايه؟ اين عنتر واين المدبولي في الثلاثي اللي هو ايوه واللي مشي بعد مشي جروس على طول. انت فاكر الثلاثه دول مشوا؟ انت فاكر الثلاثه اللي عملوا اتعمل عليهم خناقه؟ انا قلت لك اصلا فريرا مش هيلعبهم. فاكر الثلاثه اللي هو اتايدوا في يناير اللي هو مانسي وشبانه والولد المغربي وبالحاج بالحاج لا انا بقول لك موقف لجروس يعني يبقى قاعد المجلس يقعد يقول له فلان وفلان وفلان لهم صح كلهم صح يروح يا كابتن سيد بره 18 لا بره 18 يخرج من يخرج واخد بالك يقول لهم ايه انسوا الكلام ده فده المدرب صحيح فكابتن سيد ما بيقول الشخصيه عشان كده جروس خد الكونفدراليه وكان عامل فرقه قويه والزمالك كان هيكسب الدوري لو تفتكر ولا الكاس مش فاكر اللي جروس مشي وكمل وبعد كده كابتن ده الاختبار ده الاختبار ده الاختبار الكبير للمدرب ان انت بقى لو لعبته فلان وقلان وصفقات جديده اكتر من اللي انت ما بتلعبهمش بس اللي انت فكرك اللي انت بتدخل واحد واحد يبقى انت سمعت